لك الله يا خير الورى. تعدد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث أما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة. السلام عليكم حبيباتي، أهلا وسهلا بكم في القناة تاعي داني ماكويزين. وشراكم شراكم مع الصحة، إن شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بخير بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. اليوم حبيباتي جبت لكم الوصفة تاع بيتزا، هذا هو العشاء تاعي. بسم الله نعطيكم مقادير. هنا عندي المدافي، عندي الملح نملحو، وعندي زوج مغارف تاع عشا حليب بودرة، وثلاثة كيسان تاع سميد رقيق من هاد النوع هذا، ونص كاس تاع فارينة. وهنايا عندي قيس زوج أصبع تاع في الكاس هذا، غير زوج أصبع يعني ثلث تاع الكاس تاع زيت زيتون اللي حبيتو ديرو زيت المائدة. وهنا عندي مغرفة تاع عشا ونص تاع الخميرة تاع الخبز، ومغرفة تاع قهوة ماشي عامرة تاع سكر، وحبابيط كاملة. بسم الله نبداو. يعني هاد بيتزا سهلة، مام العاملة تقدر ديرها، باسكو ما شريتش أنايا طماطم، ما درتش طماطم تاع الحبه، حندير بهادي هاولي بهادي، وحطيت الفخوماج والزيتون هذاك. ومن بعد بسم الله نبداو. دوك نديرو حاجه تاع النواشف، نديرو كيما السميد ثلاثه كيسان هكذا، ونزيد هذاك نص كاس تاع الفارينه، وهذاك الحليب بودرة، وهذيك الخميرة مع السكر هكذا. نخلط قبل هادو، جيكو معايا لا درتها لكم ديجا خطرة بصح بالفارينة، هاد الخطرة بالسميد، ونزيد الملح. الملح ملحو على حسب كيفاه نتوما تاكلوا، يعني الماكلة تاعكم، كاين اللي ياكلوا الماكلة تاعهم متوسطة، كاين اللي مالحة، كاين اللي مشوسة. ونزيد هذيك حبابيط كاملة في الوسط هايليك، ونزيد ندير نعبر لكم بالكاس خير، راني فرغت غير شوية هايليك، نقصت شوية كي اللي فرغت كاس. هايلك بسم الله. هذاك الزيت من بعد حبيباتي ماشي دركا، هايلك نعبر لكم خير بالكاس على حسب هاد السميد. الماء دافي، درنا كاس، نزيد نعبر، نزيد ندير غير نص كاس ونشوف. نزيد الماء، لازم نديروها طريه باش تجيكم البيتزا تاعكم مليحه. هذا دوك لي بان لي تاع الشوكولا، نزيد شوية غير بالعقل ما نفرغوش على ضربة. ما درنا كاس كامل، وهذاك النص مازال ما كملتوش، دوك ندير غير بالعقل. فوالا راني كملتو، تسمى درنا كاس ونص تاع الماء. فوالا كي تشوفو كيفاش راهو يتلاصق هاوليك هكذا. فوالا
دوك نحير هنايا، ندير هذاك الزيت خليته قبيله حتى لدوكا، وهاد الطبسي ما نغسلوش يعني نسحق نرجعو لتما باش يخمر لي في هذاك الطبسي. دوكا نديرو الزيت غير بالعقل ماشي على ضربه، ونبدا ندير هكدا ها نزيد كل خطره ندير شويه حتى وين نكمل. انا درتها بزيت الزيتون انا حتى نكمل كاع هذا الزيت. هكذا نبدا نعجن درناها طريه ودرناها بسميد ملي كل خطره ندير شويه شويه حتى ندخلو كاع داك زيت الزيتون. هاد شويه نخليه يعني خليت يا ربي قسم غرفة تاع لاتاي باش كنديرو في هذاك الطبسي. فوالا بعد ما درتلو كاع هذاك الزيت يعني نديرو بشوية ونعجنو، هاوليك دوكا واش بقالي غير هاد شويه هكذا باش ما تلاصقليش كيخمر لي، سي بور سا خليت هذيك شويه ميم با مغرفه تاع قهوه يا ربي تاع لاتاي هكذا نخليه حتى يخمر ونولي لعندكم ان شاء الله. هكا دوكا نوجد الفخوماج تاعي لاباط تاعي اللي خليتها تخمر، هكا دوكا نوجدهم كي نوجدو كلش يجي ساهل، يعني هذه البيتزا قلت لكم سامبل ما فيهاش بزاف لي زانغريديون. هاندا نربيهم كاع نوجدهم ونحطو في فريجيدار باش كي نجوز الوقت هذاك اللي نبدا ندريسي يجيني كلشي ساهل. هاوليك حبيباتي بعد ما خمر لي بسم الله، هاوليك درتو قدام الفرن باش يغاول لي، قلت لكم هذا هو العشاء تاعنا. درت لي شويه فرينه هكذا نعاود ندير له هكا باش ما يتلاصقليش، نزيد ندير شويه فرينه نعاونو روحنا. هاودا نقطعهم نقسمهم بولات على حساب هاد الحليوه. فوالا بسم الله هنبداو بعد ما خمرت لي لاباط تاعي نبداو نحلوها. هكذا نحلها غير شويه ونزيد نكملها في السنيوه تاعي باش ما تجينيش يعني نزيد نحلها هكا سهله. نزيد شويه فرينه في يدي باش ما تلصقليش هكا.
هوني شعلت الفور تاعي 200 درجة، درتها فونتيلي، واللي ما عندهاش فونتيلي تقدر تشعلو نورمال أقصى درجة يعني الاخر. ودوك هنايا حبيباتي لاصوص طوماط اللي قلت لكم عليها راني فرغتها هنايا بلا ما طيبت لاصوص. هكا ودوكا ما حاش نقارنيها هنايا دوكا حتى نطيب لي باش نقارنيها بهذاك الفرماج. انا ما حبوش يشوفوه دايب، حبوا يشوفوه هكاك فوق البيتزا، ني الزيتون ني والو حتى من بعد كي نخرجها. فوالا هايلي هكا دوكا نخليها تكوتي تخمر لي نزيد نكمل هادو. انا درت هكا ثلاثة على حسب السنيوات اللي عندي وزوج درتهم كبار. هاوليك حبيباتي بعد ما خمروا لي هايلي راكم تشوفوا ماشي كيما من قبيله كانت بلا. هايليك دوك انا قلت لكم شعلت له مقبيله كي بديت نحل لاباط تاعي اللي شعلت الفور تاعي 200 درجه فونتيلي، اللي ما عندهاش فونتيلي تقدر تشعلوه حتى الاخر يعني افون بلا ما دير فونتيلي. كي تشوفهم يعني حمارو من التحت تنحيهم، هادو ما سحقوش نشعلهم من الفوق. هذه هي فوالا هنا بسم الله بعد ما طابوا لي هكذا حبيباتي. لازم هاد الفرماج نقسمو ما نديروش على ضربه في وحده، نديرهم كاع شويه شويه نديرو هكا الزيتون هكذا وشويه لي زيرف دو بروفانس. هذا ماشي برك شويه بزاف باسكو قاطع، ديرو غير شويه هكا نوكا بيتزا توجور تمشي معاها لي زيرف دو بروفانس ولا رومارين. هذا غادي ندير هاد كوتي ونجوز الدوزيام بعد نقطعها. هذه ندير لها كامونبير، هذا شويه جاري يعني بسيط باش قطعته. ها هذا هكذا ونزيد شويه فخوماج هذا هكا حبيباتي نزينهم كاع وتشوفوهم ان شاء الله في الطبق التقديم. هوليك حبيباتي بيتزا تاعنا اللي درناها كيف كيف انا وياكم. دوك نزيد لها هكا انفيلي الويل دوليف هكذا خفيف برك ماشي بزاف هكذا ونزيد نقطع لكم بسم الله على بركة الله تجي هشيشة رطبة زعما كيما صحاب بيتزيريا. فوالا هاني رفدت مرسو ما شاء الله كبير هايليك تجيكم سنقسم لكم هكا ديكم خفيفه هايليك كيدير لها هكا تقسم فاسيلمون يعني. هذه تاع سميت حبيباتي شوفوا كيفاش جات هاوليك تقابي صغار هايلين يعني خفيفه بزاف بزاف. جربوها ولا عجبتكم فرحوني بلي جيم تاعكم لو بوس بلو لو بوس بلو وفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم لي فيديو تاعي وبارطاجيو لي حبيباتي بصحة والراحة في فيديو واحد آخر إن شاء الله. سلام.